شكون هما؟ رمضان. ان شاء الله الله يبلغ لك رمضان الجاي ان شاء الله. يا ربي امين الله يخليكم لينا. وين جيك يا مرحبا؟ الحباب ديالنا لاباس عليكم، تتمناكم دائما تكونوا بخير وعلى خير كما العاده، وعيدكم مبروك يدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خوتنا حبابنا، كنبارطاجيو معكم يوم من ايام المغاربه العاديين في التقاليد ديالنا والعادات ديالنا. اليوم جينا نشوفوا الام ديالي والوالدين ديالي والاب ديالي وخوت، نفطروا معاهم ونفرحوا معاهم، وانا نقول لكم عشركم مباركه ان شاء الله بالصحه والعافيه. واللي مهم جدا جدا انني كنتمنى من الله سبحانه وتعالى اللي مريض الله يشافيه هذا وليدي. يلا خوتي خليكم مع الاجواء ديال العيد والاتي وليلياتي والبيسات ديالهم. يلا بزوات ليكم. يلا معنا خالتي مبروك العيد. الله يبارك فينا وعليك. يا ربي امين. هالبيسه تاع البيسه اللي اختار حمزه، هانتوما هيا حمزه. بالمناسبه كنقول ويده عيد مبارك سعيد ان شاء الله. الله يبارك فيك والله يخليك لينا ديما. يا ربي امين. انتينا الواليد. يا ربي ويده خوتي كيبغيش يبان انتوما راك عارفين، بقات عنده البيت وسلمت عليه وشدي عليه يدو على راسو. حتى تغلطتكم ليليا. واش غنقول لكم؟ اللي عنده شي ام الله يخليها ليه. وقبيله شت والله العظيم قبيله شت واحد اللقطه اللي والله العظيم اللي عيني دمعات، وحسيت كيتكلم على امو قال لي خالي قال لي 30 عام هي كتوجد واحد الطويبله ديال الافطار، قال لي مازال ما بقيناش معانا. الله صعيب اتصرف والله العظيم. ايوا الله يخليها لي. يعني شي ايمان مبروك العيد. الله يبارك فيك الله يدخلهم لكم الصحه. يا ربي امين يا ربي يا ابونا الكريم يا ربي. ايوا شنو حمزه دابا التقاليد؟ دابا ان شاء الله غنشوفوا دابا هجوم. دابا نشوف فطروا مع الوالدين فرحوا معاهم ان شاء الله. بعدا راه تيتسناو الاتي شوفوها. بعدا هذه البيسه تاع حمزه الاتي ليليا 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 لمنات الزينات. بغيتكم تقولي شكون اللي يربح، واش ساره ولا حمزه؟ الذوق ديالي اخوتي. واو الذوق ديالي. هانتوما الذوق ديالي. شفي بابا شفي بابا شفي بابا. والله العظيم ما لقيت هذه البيسه. ويني. والله العظيم ما لقيت هاد البيسه تطبت صرت وعيت بغيت اليوم نربح صار. ها هي لالا وجا. ها هي الاتي الاتي ويتي ويتي الا دير لهم بيزو ويني ويني الزاز. دابا هذا الزاز ديال الاتي. الا زوين هذا الزاز ديال ليلياتي. كلكم اخوتي قولوا بسم الله ما شاء الله. كلهم ما شاء الله تيقولوها. بسم الله ما شاء الله. والله الا كنفرح كنلقى الكومونتيرات كلهم ما شاء الله. كل واحد عنده شي وليد ولا بنيته الله يا رب يحفظها له. اللي ما كيولدش يا رب العظيم رب العرش الكريم في هذه الايام المباركه يعطي رزق الله وليداته يا رب. يا رب يا رب امين هادشي نتمنى. واحد زوج ثلاثة يلا 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 ألات. كتخاف شوف ديك راه شاده مزيان. ألا Ah!
اخوتنا حبابنا مرحبا بكم. جينا واحد المطعم ما كاين لا خبز كل شيء طار. خلينا اللحم ناكل اللحم الساك. هادو منين دبرت عليهم؟ كاشويه. مع الفطور ما كاينش شي لقمه. وهذا مسكينة عاطينا بلي ان شاء الله غادي واحد الشيوه. كاين نستغلوا الفرصه ناكل شي قيمه. حتى انتم كذلك وميتة صحة. لا ما خرجناش من كي داكشي علاش شو قال لك بصحة فطوركم هجوم يلا هجوم يلا بصحتكم ويدا الله يخلف عليك بصحتكم سارة شبعنا الكريشة الصراحة صراحة سارة مسكينة ما كلات والو دير الريجيم شوف اخوتي لا لا ما تناكلش داكشي بزاف دير الريجيم الله يخلف على خالتي والله يكثر الخير بصحتكم واش نقول لكم هذا النهار عظيم تنتمنى يا ربي موني كاين كاع لي فان يكونوا ديالنا بخير وعلى خير امين ويرزقهم ذريه صالحه شحال من وحده مسكينه كتصيفط لي اختي ساره دعي معايا يا ربي نتمنى الا الخير ييسر لكم الا الخير يا ربي انه يوم جميل واسفي على رمضان فات كان زوين وخلعت لي كلها كنا كنسهروا كنضربوا تمر ولكن الحمد لله في شهر الغفران العباده والرحمه وان شاء الله الرحمن الرحيم خليكم معنا في اللقاء الاخير عند نشوف ميمه وغنشوفوا عمي وان شاء الله ندوز على الوالده بقوا معنا اخوتي تعالاتي وليلياتي غادينا عيدك مبروك اعز الناس اعز الناس الله يحفظكم ونتمنى لكم السعاده والتوفيق يا رب بانه مستجيب الدعاء يا رب رانا عمي الله يخليك لينا وانا كنقول لكم عمي سعيد في مقام الاب ديالي اللي كنحبو وكنبغيو وكنتمنى ليه الصحه والعافيه ان شاء الله الرحمن الرحيم سي سيبا والحمد لله تبارك عمي وكاع العائله ديال السي طاهري كلهم كنقول لهم تحيه كبيره في هذا النهار هذا الكبير كنقول لهم عشر مباركه وسلامي الحائل لعائشه وشيماء وإيمان والسي عز الدين بالخصوص سي عمي عز الدين اللي باغيين نشوفوا ان شاء الله تحيه للناس ديالنا المهم ماماتي السلام عليكم الحباب ديالنا الله يحفظنا ويحفظكم وينجيكم ويخلي لكم اللي عندكم وعيدكم مبارك سعيد دخل بصحيحه وسلامه وباش ما تمنيتيو يا ربي الحباب ديالنا وانا بدوري كنقول امي راكي عزيزه عليا بزاف وغاليه وكنتمنى من رب العالمين يا رب العظيم نشوفها يا عمي في المقام الكبير يا رب معنا العيشه معلوم سيدي سفيان مبروك العيد بصحه وسلامه وباش ما تمنيتي يا ربي ان شاء الله سفيان تا هو كنتمنى لك الجواب بخير وعلى خير والله ما سلم سير بعد مني عندك بو كان لا فايزه فايزه اختي خوتي راه شوف راه الفيديو عند اشرف حتى هو قال لنا مبروك العيد جددنا عاود الفيديو ديالي مبروك العيد جددنا فيديو ديال فايزه وسفيان والحمد لله خصنا كل فيديو نباركوا العيد خلينا لهم لو ديو اضرب لك لا لا فائزة وفائزة فينك لا فائزة اللي جا كله مرحبا بك مبروك العيد الله وعلى اختي فاطمة زهرة الحمد لله بعرايسنا غزالين الله يخليهم لينا وخاطر سارة هي مرات خويا شوفوا الدنيا صغيرة سيلو الرحيم ديالكم احسن حاجه في الدنيا بقلب صافي ونسامحوا بعضنا راه كل شيء امور غادي تفوز الحمد لله اسمح علينا انا وعند الله ايوا مش خالتي امهم ميسك الحبيبه ديالي ايوا وعيدكم مبارك سعيد وانا عيطت لها بكري وقالت لي قطع انا طيب على السبعه لا قالت لي قطع انا جيت من درب السلطان حتى الخمسه الصباح والله الا من الخمسه والله القسم من الخمسه الصباح حتى جيت للدار مزيان وتحيه الناس درب السلطان كلهم باغي تعاون شكون الناس يا ماما ان شاء
الله يبارك لك رمضان الزين يا ربي امين الله يخليكم لي وينجيك يا